اتكلمنا so far كده اول 3 chapters عن ايه solution of system of equations, وكتبناها بفيكتور equation وطلعنا حاجة اسمها ال اتكلمنا على ال subspaces وال subspaces بتاعت الماتريكس زي ال column space, row space, null space. وبعدين في chapter 4 عملنا extension لل general Rn يبقى extension ليه للجنرال فيكتور سبيس, وشوفنا how to map from vector spaces to Rn and check linear independence and linear combination in Rn using isomorphism with other vector spaces. فاحنا عندنا في mainly two parts اتكلمنا فيهم اللي هم solution of system of equations والجنرال فيكتور سبيس. الثيرد بارت اللي هنتكلم عليه في الكورس بتاعنا اللي هو بيتكلم على الايجن فاليو بروبلم, مين الابلكيشن بتاعها هتلاقيه ريليتد للسيستم اوف لينير ديفرنشال ايكويشنز بدل ما هي لينير ايكويشنز. هنبص سريعا كده على بعض الابلكيشنز وبعد كده نشوف بقى ايه هي الايجن فاليو بروبلم, ونديفاين وات از كولد ايجن فاليوز اند ايجن فيكتور اوف ا ماتريكس, و what is called the characteristic equation of a matrix. الماتريكس اللي هنتكلم عليها في chapter 5 هي كلها square matrices. Okay? Restrict كلامنا كله على square matrices. As we said, the first important application is system of linear differential equation. عارفين يعني ايه differential equation مش كده؟ What is differential equation? Equation بيبقى فيه relation بين الدريفت زي مثلا ايه حاجة simple خالص كده تقول مثلا y dash equal y. You have some relation between y dash and y. You can have y dash equal to y for example. And you want to find y as a function of t مثلا. Okay, if this is dy by dt. So the solution of this guy is very simple. The function whose derivative is proportional to the function is the exponential function. So the solution would be y as a function of time would be e to the power 2t, right? Because its derivative would be the same multiplied by 2, okay? And you can multiply by any number constant here, which usually get it at t equals 0. The function is y naught. So we say that the general solution for this differential equation is y naught e to the power 2t. طيب احنا ممكن نشوف كده example سريعا على حاجة أكبر شوية. معلش لو الناس بس نشوف application في السيركت كده. لو سيركت فيها resistors بس كان بيطلع system of equation عشان تجيب ال current. لو أنت عندك ال sources ال voltage sources بتطلع ال currents using system solution of system of equations على طول. لما بتلاقي بقى في اندكتور وفي كاباستور بتلاقي في بقى ايه ديريفيتيف دخلت في الموضوع فبتطلع لك الديفرنشال ايكويشن. فهنا مثلا عندنا اندكتور هنا وعندنا كاباستور, واسيوم ان السيركت دي كان ليها سورس, يعني فور سمبلست انا شايل السورس بس. السورس عملت تشارجنج للكاباستور بحيث الكاباستور ده دلوقتي تشارجد عليه تشارج ويبدا يديس تشارج في السيركت. فانت عايز تشوف ايه اللي هيحصل للفولتج اكروس الكاباستور والكرنت ثرو الاندكتور مع التايم. اوكي؟ اللي هو ترانزيانت ريسبونس, وفي الاخر خالص كل حاجه هتبقى زيرو. هيحصل ديستشارج لكل التشارج اللي عليه والكرنت ايفينشولي هيبقى زيرو, بس انت عايز تشوف الترانزيانت ريسبونس مع الوقت كده الكرنت والفولتج هيتغيروا ازاي. طب من السيركت ما يهمنيش بقى الجزء ده, من السيركت يو كان رايت داون the governing equation to this system to be something like this. So we'll get some relation between the current through the inductor and voltage across the capacitor. We'll relation D governed by these differential equations. You'll have di by dt and I and v, dv by dt, I and v. فدول بنقول عليهم couple, two coupled differential equation. فهي relation between the current and voltage and their derivatives. وطبعا في الـ components of the circuits اللي هم الـ R, L, C. بتكتب بقى ازاي دي عندنا احنا في linear algebra؟ عادة بن define vector في الـ unknowns بتاعنا اللي هم الـ A,
ال i وال v. فبنعرف فيكتور كده y مثلا equal i and v. وانيشيالي يو نو فور اكزامبل ذا انيشيال كارنت كان قد ايه والانيشيال فولتج اكروس الكاباسيتي. واللي انت عايز تعرفه ال i وال v هيتغيروا ازاي مع التايم. فناخد ماتريكس بتاعت الكوفيشنز بتاعت الجزء الرايت هاند سايد هنا, ناخد كل الكوفيشنز نحطها في ماتريكس, والدريفاتيف ده اكشلي هو الدريفاتيف اوف ذيس فيكتور, يعني دي اي باي دي تي دي في باي دي تي از اكشلي دي واي باي دي تي. سو ويل جيت سمثينج لايك ذيس واي داش which is the derivative of these guys equal the matrix A, the matrix A multiplied by the vector of unknowns which is I and V which is Y. But they're somehow similar to this guy. This guy, you know, the solution is exponential to T multiplied by the initial condition. After three lectures, we will get the solution for this equation, okay? For the system, y here is a vector, okay? And this is its derivative. We'll find out that the solution y as a function of time would be something like this, e to the power e t multiplied by initial condition vector y naught. هنعرف بقى دي ايه دي بعد 3 lectures كده. هنبدأ step by step about to form what is called the exponential of a matrix to get the solution of this couple differential equations. Okay? طيب اللي ما بيحبش السيركتس, في اكزامبل تاني مشهور برضو في الميكانيكال سيستم, اي سيستم بقى governed by differential equation you can solve using eigenvalue problem. You know, if you have some masses connected by some springs, وبعدين عملنا displacement كده للماسس بتاعتنا وسيبناها تأوسيليت. وهنكتب بس نيوتن equations, equation of motions, using the spring constants. هتطلع لك ال equations حاجة بالشكل ده. هتبقى بقى ايه relation between the derivatives, the second derivative بتاعت ال displacements مع ال displacement نفسها. هتلاقيها برضو كان بي written in matrix 4 حاجة بالشكل ده. left hand side في second order derivatives وهنا ال x1 and x2 هنا coefficient matrix. system زي ده برضو ممكن يتكتب simply x double dash equal ax. this system هنشوف ازاي can be reduced to this system واللي يبقى ليه solution برضو given by this equation. هنشوف ده لسه بعد زي ما قلنا 3 lectures. فدي كلها applications على ال eigenvalue problem. في problem مشهورة برضو في حاجة اسمها ال pre-predator model اللي هو بتدرس ال population بتاع مثلا الأول مع ال rat. اوكي في طبعا ال death rate وفي ده بياكل ده and so on, فبيطلع governing equation لل number of owls مثلا say after one month related the number of owls في المنث ده والnumber of rats and so on, فبيطلع لك حاجة اسمها difference equation بقى بدل differential equation. بتطلع لنا differential equation دي في ال continuous variable, لما يبقى discrete variable بتطلع حاجة اسمها difference equation. فدي couple the difference equations لما بتستدي بقى ده عشان تعمل analysis للpopulation على long run تكتب ال difference equation في matrix form, بعد كده تعمل eigenvalue problem analysis عشان تستدي population on the long run. difference حاجة discrete, يعني بقول عدد الأوز الشهر ده كذا, الشهر الجاي العدد كذا, فالعدد ده number يعني هيبقى 100 200, انما ال continuous ممكن can take any value, يعني ممكن يبقى 100.1.2.3 حاجة كده يعني, فدي بنسميها continuous value. discrete لا بياخد certain values discrete كده. اوكي فدي بتتكتب in this matrix form x vector at k plus 1 equal axk. في example تاني معلش انا بدي بس شويه applications عشان عايزين نبدا نفورم groups للبروجكت, فانا بديك برضه شويه ideas كده عشان ما تبداوا تفكروا في ideas for the project.
في بروجكت في بروبلم مشهوره قوي في الايمج بروسيسنج, حاجه اسمها الايجن فيسز which is used for face recognition. يعني اسيوم كده عندك some faces كده stored in a database and you want you get a new face and you want to recognize this face in the database you have. فعايز تعمل ايه؟ هتجيلك فيس جديد هتتشك على كل الايمجز الموجوده في الداتابيز. Sometimes بس الداتابيز دي بتبقى very large. يعني ممكن تلاقي عندك مثلا الداتابيز دي contain for example 1 million face. فاسيوم مثلا انا عندي الايمجز دي كانت stored يعني roughly كده كانت 800 by 600 pixels. The resolution of the image. فلو انت عندك 1 مليون ومش عامل اي كومبريشن فهتستور كل ايمج في قد ايه؟ 480 كي بايتس مش كده؟ يبقى عندك 480 كي بايتس بير ايمج. فلو عندك 1 مليون هتلاقي الاستورج بتاعتك هتبقى قد ايه؟ هتبقى 480 جيجا بايت مش كده؟ فتخيل انت عندك بقى داتا بيز بالسايز ده على الكمبيوتر وعايز تعمل عليها بروسيسنج كمان ان انت تبدا تدور فيها على الفيس بتاعك. فالستورج فيري بيج وال هتاخد وقت كبير عشان تقدر تتعرف على الفيس اللي انت عايز تدور عليه. ففي بدل ما نعمل كده في حاجه اسمها الايجن فيسز بقى. ان انت بدل ما تعمل كده لا احنا هنجنريت فيسز حسب بقى الايجن فيسز دي. ان انت هتعمل ايه؟ هتبدا تاخد كل الايمجز اللي عندك دي وتجيب الافريج ما بينها. هتشوف كل بيكسل انتنسيتي بتاعتها قد ايه. لو دي جراي ليفل يعني بتاخد ليفل فروم 0 to 255 تاخد كل بيكسل وتجمع كل البيكسلز انتنسيتيز في كل الايمجز وتديفايد باي نمبر اوف ايمجز اللي عندك. ده كده بعمل حاجه اسمها بجيب المين فيس. بعد ما بتجيب المين فيس هيطلع لك مثلا حاجه بالشكل ده. ده حاجه ارتفيشال وبتجنريت حاجه اسمها ايجن فيسز بقى دي بيزد على ايجن فاليو بروبلم اللي هنتكلم عليها النهارده. فيسز هتطلع لك حاجه بالشكل ده. عاده الايجن فيسز دي بتطلع فيها انفورميشن بيزد على الداتابيز بتاعتك والانفورميشن دي لو جيت تركز كده في شكل الفيسز اللي طالعه بعد شويه الانفورميشن بتبقى قليله جدا في الفيسز دي. فعاده احنا بنعمل اكشلي ترانسفورميشن. فما بتعمل الترانسفورميشن من الاوريجينال سبيس للسبيس الجديد اوف ذا ايجن فيسز بعد شويه كده الفيسز خلاص ما بقاش فيها انفورميشن كتير من الداتابيز بتاعتك. فبتهمل بقى كل الفيسز اللي بعد كده وبتاخد او ذا فيرست مثلا 100 ايجن فيس. فبدل ما استور كل ايمج بتاعتي لوحدها كده من ال 1 مليون بتوعه لا هكتب الايمج باستخدام بقى البروبرتيز بتاعت اللينير الجبرا انها عباره عن المين ايمج plus some linear combination من الايجن فيسز دي اللي هي بعد شويه هتروح هتبقى زيروز بالنسبه لي كلها بلاك. فهاخد بس linear combination من 100 فيس اللي هم الايجن فيس. فتعال نبص على الستورج هتفرق معاك قد ايه بقى. لو انا هستور ال 100 ايجن فيس والمين فيس يبقى انا محتاج 101 multiplied by 480 كي بايت. دي عشان استور بيها ايه؟ المين بلس الايجن فيسز. كل فيس بقى من ال 1 مليون اللي موجودين عندي في الداتا بيز هتسجل له ايه بقى؟ سجل له جاست الويتس اللي هنا. لان كل ايمج هقول هي المين بلس لينير كومباينيشن اوف ذا ايجن فيس. فانت لو معاك 100 ايجن فيس يبقى كل ايمج من ال 1 مليون انا عايز اسجل لها قد ايه؟ 100 ويت من ال ايجن فيس اللي هي لينير كومباينيشن ويتس. فلما تيجي تصم بقى الاثنين دول هتلاقيها تقريبا كام؟ دي 100 ميجا ودي تقريبا 480 multiplied by 100 هتلاقي 48 مش كده؟ يبقى 148 تقريبا ميجا بايت. بص الاستورج قلت ازاي؟ بدل 480 جيجا بايت بقت 148 ميجا بايت.
انت عملت ريدكشن جامده جدا في الاستورج بتاعتك، وده يسرع لك عمل البروسيسنج بتاعك عشان تقدر تريكوجنايز الفيس. دي بس سامبلز كده سريعه على بعض الابلكيشنز. انت بقى ممكن تقرا ان ديتيلز هاو ذيس از اتشيفد يوزنج ذا ايجن فاليو بروبلم اللي هنتكلم عنها النهارده. الايجن فيسز قصدك؟ الايجن فيسز دي بتبقى بيزد على الداتا بيس كلها، يعني باجي على الداتا بيس كلها واجنريت منها الفيسز دي. اوكي؟ واخد منهم اول 100 بس، لان اول 100 هم اللي هيبقى فيهم الانفورميشن، بعد كده الانفورميشن هتبقى اولموست زيرو. هاخد ال 100 دول واريبريزنت كل فيس بقى من الاوريجينال عباره عن المين بلس سم ويتس من الايجن فيسز. افريج واحد، اه ده افريج واحد على كل الداتابيز. لا دول بقى دول هيجوا بطريقه بيزد على الايجن فاليو بروبلم اللي هنتكلم عنها النهارده. دي مش حاجه سهله، يعني نجيب حاجه اسمها كوفاريانس ماتريكس، والكوفاريانس ماتريكس هتجيب لها الايجن فاليوز والايجن فيكتورز بتاعها هنتكلم عنها النهارده. هتجنريت منها بقى دول وتاخد اول 100 بس منهم، هم دول اللي هتشتغل عليهم. هو ممكن يبقى اقل، ممكن تلاقي 50 مثلا كفايه، او حسب برضو الداتابيس بتاعتي وحسب الانفورميشن اللي انا ببص بقى على دي بعيني. وبتبان لك من الفاليوز بقى، يعني عادة ان كل ايمج من دول بعد شويه بقول لك بيبقوا بلاك، ان هي بتلاقي تقريبا الانتنسي بتاعت البيكسلز خلاص كلها بقت اولموست زيرو في كل الفيكتورز اللي جايه بعد كده. طيب خلينا نبص بقى على الميثود بيهايند بقى القصص دي كلها عشان نقدر نحل البروبلمز دي كلها. تعالى نرجع بقى للترانسفورميشن. احنا قلنا الماتريسيز هنتكلم عنها سكوير ماتريسيز. سكوير ماتريسيز كانها بتعمل ترانسفورميشن في نفس السبيس طالما هي سكوير ماتريكس، يعني من R2 لR2 من R3 لR3. فاسيوم ان انا جيفن ليا ماتريكس زي كده 2 باي 2 وسام فيكتورز يو اند في، وتعالى نعمل الترانسفورميشن فور يو اند ترانسفورميشن فور في. ليه اي يو اند اي في يعني؟ ملتبلاي اي يو، تعالى ملتبلاي كده ونشوف كده شكل الريزلت ايه، هيطلع كام؟ نيجاتيف 5 ونيجاتيف 1. طب تعالى اي في، ملاحظ اي حاجه بقى على الريزلت هنا وهنا؟ مش ملاحظ اي حاجه خالص. يعني الاي يو ليه علاقه مع اليو مثلا في حاجه، شبه اليو في حاجه، الاي في شبه الفي في حاجه. بس انا عايز دي الاي في طلع دبل ال. لو لقيت انت ان الماتريكس وهي بتعمل الترانسفورميشن جاست انها عملت سكيلينج للفيكتور، اسمي الفيكتور ده ايجن فيكتور والسكيلينج ده اسميه الايجن فيكتور. بس كل ماتريكس هتلاقي ليها ايجن فاليو وايجن فيكتور، ده اللي احنا هنتكلم بقى عليه دلوقتي، نشوف البوسيبل كيسز كلها. هو كل موضوع النهارده بيتكلم على البروبرتي دي، ان في ماتريكس بتعمل لك ترانسفورميشن بعض الفيكتورز هيحصل لها سكيلينج بس من الترانسفورميشن، مش هيتغير الدايركشن بتاعها، هتبقى على نفس اللاين. فلو جينا نبص كده الجيومتري اللي حصل كده، ادي الفي وادي اليو، عملنا اي في طلع دبل الفي، عملنا اي يو طلع فيكتور هنا كده، ده حصل له ايه؟ روتيشن وسكيلينج. اوكي، انما ده حصل له سكيلينج بس، احنا انترستد بقى في الفيكتورز اللي حصل لها جاست سكيلينج دلوقتي. اوكي، السكيل مالتيبل ده هو ده الايجن فاليو، والفيكتورز اللي بيحصل لها البروبرتي دي هي اللي اسمها الايجن فيكتورز. سهلة؟ بس هو ده كل الموضوع، هنقعد بس نستدي في شوية بروبرتيز بقى ليه، ونشوف كل الكيسز الممكنة. طيب، لو عايزين نكتبها ان جنرال بقى، ممكن نكتبها ازاي؟
نقول يبقى الماتريكس ايه اللي جيفن ليا عايزها multiply by certain vector you will get multiple I'll call it lambda by this vector. الاكس ده هيبقى الايجن فيكتور زي ما اتفقنا واللامدا دي الايجن فاليو. البروبلم دي اكشلي لو تلاحظ كده الزيرو سوليوشن هيبقى سوليوشن زيرو فيكتور سوليوشن للبروبلم دي. بس احنا مش بندور على زيرو فيكتور بندور على نون زيرو فيكتور يساتسفاي الايكويشن دي. اوكي عشان كده في الديفينيشن بتاعنا بنقول الايجن فيكتور از ا نون زيرو فيكتور اكس ذات ساتسفاي ذيس ايكويشن. دور لي على نون زيرو فيكتور يساتسفاي الايكويشن دي فور سام سكيلر بقى لامدا اللي هي الايجن فاليو بتاعتنا. فاكوردنج للديفينيشن ده احنا بنقول دايما الايجن فيكتور ماست بي نون زيرو. وانت بتسولف كده هطلع لازم فيكتور بالنمبرز ما ينفعش تقول لي زيرو فيكتور. زي ما نشوف ليتر اون الايجن فاليو هي اللي ممكن تبقى زيرو انما الايجن فيكتور ما يبقاش الزيرو فيكتور. الايجن فاليو هنشوف امتى تبقى زيرو شورتلي. طب تعالى نشوف الاول حاجه نمشيها واحده واحده نمشيها باي انسبكشن الاول اكوردنج للماتريكس ونحاول نعرف ايه الايجن فاليوز الايجن فيكتورز بتاعها. في لوك ات ذيس ماتريكس ليتس جيت باك تو سيكشن 2.7 اللي هو الجرافيكس كان كام 2.7. الماتريكس دي بتعمل ايه نفتكر بقى من reflecting with respect to الواي اكسس اللي هي بتخلي الاكس نيجاتيف اكس مش كده؟ يعني دي هنمالتبلاي كده الماتريكس دي باي اكس اند واي يو ويل جيت نيجاتيف اكس اند واي. يبقى لو عندك فيكتور هنا كده هتبقى الاكس نيجاتيف اكس كده صح؟ طب الماتريكس دي تقدر تقول لي في بعض الفيكتورز من الترانسفورميشن دي يحصل لها جاست سكيلينج؟ اني فيكتورز اللي هيحصل لها سكيلينج؟ ما هو هي دي الايجن فاليوز والايجن فيكتورز. اني فيكتورز بقى اللي هيحصل لها سكيلينج لو بعمل الترانسفورميشن دي؟ لو فيكتور فين؟ لو على الاكس اكسس هيبقى كده ما كده يعتبر سكيلينج ضربته في نيجاتيف مش كده؟ ضربته في نيجاتيف 1. طب ولو فيكتور لو الفيكتور على الواي اكسس مش هيتغير هيفضل هو هو فكده كان الايجن فاليو بتاعته ايكوال تو 1. يبقى الايجن فاليو اوف ذيس ايجن فيكتور از 1 والايجن فاليو اوف ذيس ايجن فيكتور از نيجاتيف 1. فدي باينه من شكل الماتريكس، ماتريكس سهله فعرفنا ان لو في فيكتور 1 اند 0 على الاكس اكسس هيحصل له ريفليكشن فهيبقى حصل له سكيلينج باي نيجاتيف 1. ولو فيكتور على الواي اكسس 0 اند 1 مثلا هيحصل له سكيلينج على الواي اكسس يبقى باي 1. فهنا البروبلم سهله. طب لو حطينا بقى شويه نمبرز كتير كده وبسالك انا بقى هل ال 7 تبقى ايجن فاليو للماتريكس دي ولا لا؟ طب احنا eventually هنسولف البروبلم دي هيبقى given هي just a and I find the eigenvalues and the eigenvectors. So I'm going to solve step by step. If I give you this matrix and ask it you if 7 is an eigenvalue for this matrix or not, how to check؟ انا كده عايز اتشيك كده ان هل is there any x eigenvector such that ax equals 7x؟ Can you find non-zero vector that satisfies this equation؟ مش ده معنى السؤال؟ طب هل اقدر الاقي x تساتسفاي ده؟ انا ممكن احط اي value من x b مثلا u b واضرب واشوف الريزلت هيبقى طالع عامل ازاي؟ هتطلع لك ايه في الاخر؟ system of equation صح؟ مش هيطلع هي جاهزه على system of equation actually. انت ممكن تكتبها بس في one side كده. واحده واحده. نكتبها كده ax minus 7x equals 0. احنا بنسول for x you can take x common from right. ينفع اكتب كده a minus 7؟ ينفع اكتبها كده؟
a 2 by 2 minus 7 ايه برضه ما يصحش صح؟ طلع اي كده ولا حاجه عشان ينفع كده اي اكس تنفع هي الاكس. طيب السيستم ده اكشلي انت عارف كل النمبرز اللي هنا صح؟ عارف الاي و7 اي معاك كل ده نمبرز اهو. الانون هو الاكس. And this is actually is a homogeneous system. فانت عارف انه هيطلع له حاجه من اتنين يا اما zero solution only يا اما infinite. ودي square matrices يعني دي square matrix. امتى دي طلع لك الزيرو solution only؟ لو الماتريكس دي invertible صح؟ طب انت بتدور لا مش على كده انت عايز يطلع لها infinite number عشان تلاقي في non zero solution للproblem بتاعتك. انا مش عايز الزيرو solution بس يعني انا عايز non zero solution. فانا عايز ده هتشيك هل هو invertible ولا non invertible صح؟ طب تعالى ناخد ده نتفرج عليه. a minus 7 i ده يطلع ايه؟ ال a بتاعتك اللي هي 1 6 5 2 minus 7 i يبقى كانك بتسبتراكت اكشلي 7 from the diagonal entries يبقى minus 6 6 5. طب طلع ايه بقى؟ الماتريكس دي اخبارها ايه؟ انفرتبل ولا نون انفرتبل؟ نون انفرتبل. نون انفرتبل معناه ايه؟ وانت بتسولف بقى السيستم بتاعك دلوقتي احنا هنسولف اكشلي a minus 7i x equals 0 اللي هو السيستم هيبقى ده minus 6 6 5 minus 5 x1 x2 equal 0. ف actually second equation دي هي actually multiple من first صح؟ ممكن نشيلها. فانت كده معاك في free variable صح؟ فهيطلع في infinite number of solution. ايه معنى ان infinite number of solution؟ ان انت لقيت problem لدي non zero اهو. ده اللي انا بدور عليه. اللي هي ايه بقى؟ تعالى نكتب الايكويشن كده يبقى minus 6x1 plus 6x2 equal 0 يعني x1 equal x2 يبقى السوليوشن فور x ده انا عرفته دلوقتي x equal x2 times 1 on 1 صح كده؟ ما انا كتبت الايكويشن دي minus 6x1 plus 6x2 equals 0 اللي هي دي اللي هي معناها ان divide by 6 يبقى x1 equal x2. يبقى لو انا بصولف عادي السيستم هطلع فيه infinite number of solution in these 4 يبقى كده انا لقيت solution لدي non zero اهو مش كده؟ اللي هو اي multiple من 1 on 1 يبقى ده الايجن فيكتور بتاعي اللي انا كنت بدور عليه. يبقى ده الايجن فيكتور والايجن فاليو يو 7 دي ايجن فاليو وقلت لك 1 on 1 ده ايجن فيكتور كورسبوندنجلي. خلي بالك مش 1 on 1 بس اي مالتيبل منه كمان يعني 2 and 2 برضه ايجن فيكتور صح؟ لو جيت مالتبلاي الاي اللي هي الماتريكس بقى الاوريجينال دي باي 1 on 1 وات شود وي جيت؟ لما تمالتبلاي a باي 1 on 1 ده تلاقي 7 تايمز 1 on 1 يعني تلاقي 7 and 7. ده ممكن تعمله كاز تشيك بعد ما تجيب الايجن فيكتور مالتبلاي ال a باي الفيكتور يول جيت 7 تايمز الفيكتور. يبقى انا اكشلي بقى ايه اللي عملته بقى عشان اتشيك في الاخر هي ايجن فاليو ولا لا؟ كان يهمني ان الماتريكس اللي هنا اللي انا بجيبها دي a ماينس 7 i دي تطلع سنجلر ماتريكس. لو طلع سنجلر ماتريكس which means that ان determinant equal to 0 معناها انها non invertible. يبقى simply التشيك اللي انا عملته كل الستبس دي كنت بتشيك a minus 7 i determinant equal 0 ولا لا. لقيناها equal 0 يبقى هي ايجن فاليو. واكمل بقى كده عشان اجيب الايجن فيكتور. اوكي؟
بعد ما جبت الايجن فيكتور، احنا عادة طبعا ما بنحبش نكتب كده ونسكت، بنحب نكتب على شكل سبان، هنقول ده السبان اوف 1 اون 1، ونديه تايتل برضه نسميه ده ايه، ده الايجن سبيس اوف ذا ايجن فاليو 7. ايجن سبيس بتاعها بيبقى سب سبيس، نحط عليه الزيرو فيكتور كمان ونقول يبقى هو ده اسمه الايجن سبيس. يبقى الفيكتور اللي هو 1 اون 1 اهو multiplied by a هيطلع زي ما قلنا ايه 7 and 7. يبقى اي فيكتور على اللاين ده is an eigen vector. multiply ال a by ال vector لازم يطلع 7 times ال vector. نكبر الماتريكس شويه نشوف لو 3 by 3 and I asked you if 2 is an eigen value ولا لا، وهات ال corresponding eigen space. هنجيب determinant a minus 2i بقى المرة دي وتشيك equal 0 ولا لا على طول بقى. ف a minus 2i actually كأنك بتسبتراكت 2 from the diagonal as we said. If you subtract 2 from the diagonal you will get this determinant. determinant ده طبعا equal to 0 مش كده؟ كل الروز زي بعض اهي. ف determinant equal to 0 فأقول يبقى 2 is an eigen value. طب تعالى نجيب ال eigen space. ايجن سبيس هيبقى ايه؟ يبقى بسولف البروبلم دي كده ايه؟ ايه ماينس لامدا اي اللي انت حسبت لها الديترمنت دي هحطها هنا از ماتريكس بقى وسولف السيستم ده. يبقى المكتوب هنا اكشلي ان جنرال عباره عن ايه؟ ايه ماينس لامدا اي اكس ايكوال زيرو. اوكي اللامدا بتاعتنا ايكوال 2 وهسولف السيستم ده. كل الايكويشنز دي هي هي، انا عندي سنجل ايكويشن تقول لك ان 2x1 minus x2 plus 6x3 equal 0. we have here two free variables مش كده؟ بل x1 equal half x2 minus 3x3. طب let's write it in vector 4. The x2 times vector, x3 times vector. كم بقى numbers f negative 3 1 0 0 1. يبقى ممكن يبقى ده الايجن فيكتور اهو. ممكن نكتبه على شكل span of two vectors. ويوجوالي احنا بن افويد الفراكشنز، احنا لسه هنبني على البروبلم دي حاجات كتيره، فحاول قدر الامكان ما تشتغلش بفراكشنز. ده مش مشكله زي ما هو ما فيهوش فراكشنز. ده تعالى ناخد الدبل بتاعه عشان نشيل الفراكشن، يبقى كام 1 2 0. يبقى this is my eigen space. خلي بالك ان دول بقى eigen vectors واي linear combination ما بينهم eigen vector، صح؟ يعني if you multiply the matrix A by this guy you should get مين المالتيبل بقى؟ 2 اللي انت مطلعها دي اللي انا يبقى A times the vector ده لازم يطلع double the vector و A times the vector ده double the vector و A times أي linear combination between these guys لازم يطلع double the linear combination of these guys. يعني كل دول eigen vector. الايجن فيكتورز الايجن سبيس بتاعك هنا عباره عن ايه بقى؟ تعال نبص على الجيومتري. احنا هنا في R3 مش كده؟ ودول لينيرلي اندبندنت، هو السبان اوف تو لينيرلي اندبندنت فيكتورز ان R3. فالسبان بتاعهم ايه؟ بلين انسايد R3 مش كده؟ لما نبص على الجراف بتاع الايجن سبيس هن ايه؟ سام بلين انسايد R3. اللي بيحصل بقى ايه؟ ان انت ما تملتبلاي ال a باي ذيس فيكتور، اي فيكتور في السبان ده هيحصل له ايه؟ اكسبانشن، هيبقى الدبل السايز بتاعه. الفيكتور ده اهو بقى الدبل بتاعه، الفيكتور ده بقى الدبل بتاعه and so on. كانك بتكسباند السبيس بتاعك بالتول اللي انت قايل عليها اللي هي الايجن فاليو.
طب تيجي بقى نحل البروبلم كلها على بعضها كأنك ما تعرفش حاجة خالص بقى، ما تعرفش الايجن فاليو ولا ايجن فيكتور. وانا لو اديتك فيكتور وبقول لك ده ايجن فيكتور ولا لا، هتعمل ايه؟ اضرب الايه فيه زي اول واحدة حليناها، هيطلع مالتيبل منه ولا لا؟ طلع مالتيبل منه خلاص ده ايجن فيكتور، والمالتيبل هي الايجن فاليو. بس دي سهل، اسهل حاجة. الايجن فاليو عشان تتشك هتشك ده بزيرو، يبقى دي ايجن فاليو، وامشي كده عشان اجيب الايجن فيكتور. طب لو انت لا تعرف لا ده ولا ده، اقدر احل اعرف الاثنين؟ يعني يبقى دي البروبلم بتاعتي. جيفن ان هي بس جاست الماتريكس ايه، كان اي سولف تو جيت لامدا اند جيت اكس. انا مش عايز يعني، انا لما يبقى عندي كده الايكويشن دي انا مش عايز الاكس يطلع بزيرو بالظبط، فهحط الكونسترين على الثاني بقى، على الـ D. يعني جيف ان هي الماتريكس دي هعمل ايه؟ هقول ان A minus A minus lambda i بتساوي 0، واقول ان هي بتساوي lambda i determinant بقى. اه خلينا بس ادق كده. يبقى انا اول ستيب هقول هسولف فور لامدا، اشوف احط لامدا بكام بحيث تخلي الديترمنت ده ايكوال تو 0. يبقى اجي على الماتريكس بتاعتي واروح اعمل كده، شيل لامدا من على الدياجونال. وتسولف بقى الديترمنت ده ايكوال تو 0. اوكي؟ 2 2 تكسباند هتطلع لك ايه؟ ايكويجن. هتسولف الايكويجن دي فور لامدا. اوكي؟ الايكويجن دي هتطلع لك كذا لامدا طبعا. مش كده؟ كام لامدا هيطلعوا بقى؟ كام لامدا؟ لو الماتريكس 3 باي 3 كده يعني هتطلع لك حاجة لامدا باور كام، وحاجة لامدا باور كام، and so on. أعلى باور كام؟ أعلى حاجة باور 3 مش كده؟ وبعدين باور 2 وبعدين لامدا وبعدين كونست. أنت طالع لك حاجة كده، فتطلع لك حاجة كيوبيك ايكويشن. فـ 3 دي اللي هي مين؟ الدايمنشن بتاع الماتريكس بتاعتي. فهي 3 دي هي اعلى باور عندي. فانا عرفت ان هيطلع لي ايكويشن ثيرد ديجري، فهيطلع لي المفروض 3 لامداز يطلعوا. ممكن يطلعوا في حاجه ريبيتد، ممكن لا، ممكن كلهم ريل، ممكن حبه ريل وحبه كومبلكس، كل حاجه وارده بقى. ها؟ هنشتغل بيه في سيكشن قدام شويه، هنعمل اكستنشن للكومبلكس. خلينا دلوقتي شغالين مع الريل. الايكويشن اللي هتسولف بقى اللي هي دي هنسميها دي تايتل بس اسمها كاركترستيك ايكويشن. هتسولف الايكويشن دي هتعرف منها اللامدا بكام. اوكي؟ وانس ان انت عرفت اللامدا ترجع بقى كده عشان تسولف فور ايتش لامدا تو جيت ذا كورسبوندنج ايجن فيكتور. فلو عندك 3 لامداز يبقى انت هتسولف 3 سيستمز هوموجينيوس وتطلع الجنرال سوليوشن بتاعهم. لازم تبقى شاطر بقى في الكلام ده وسريع عشان تجيب بقى الايجن فيكتورز مظبوطين. اتفضلي. يعني انا لما اجيب اللامدا كده بالظبط، ما انا عايز الديترمنت بزيرو عشان مش عايز الماتريكس دي تبقى انفرتبل، لان لو دي انفرتبل هيبقى السوليوشن للبروبلم بتاعتي دي ان اكس ايكوال زيرو. ما انا مش عايز كده، انا بدور على اكس النون زيرو اللي بيساتسفاي. خلاص اما مين هتلاقي هما التو ايكويشنز دول اللي انا بشتغل عليهم، دي ودي دي ودي دي. عشان دي الاوريجينال بروبلم، دي اول واحده اجيب منها اللامداز، دي تاني واحده اجيب منها الايجن فيكتورز، كلهم جايين من بعض زي ما انت شايف. دي بنديها اسم برضه اللي هي من غير ايكوال زيرو كده بتطلع شكل بولينوميال، بيدوها بيسموها كاركترستيك بولينوميال. تعال نشوف بقى بروبلم كده على بعضها. ادي ماتريكس هي ما اعرفش حاجه غير الماتريكس، وعايزين الايجن فاليوز والايجن فيكتورز. فقلنا اول ستيب هتبقى ايه؟ الايكويشن دي a minus lambda i as a determinant equal to 0 subtract lambda from the diagonal determinant equal to 0 expand. Okay, simplify, factorize, get lambdas. في اي حاجة صعبة لغاية هنا؟
جبنا اللامداز فور ايتش لامدا هنرجع بقى نسولف الكورسبوندنج سيستم واللامدا ايكوال 2 يبقى كانك بتسبتراكت 2 من على الدياجونال اكتب السيستم بتاعك اكتب السيستم سولف جيت الاكس بتاعتك جيت الايجن سبيس ريبيت فور ذا سكند لامدا اللي هي كانت 3 هات الايجن سبيس بتاعها بروبلم طويله شويه زي ما اتفقنا بس ايه يعني خطوات معروفه ستيب باي ستيب كده بالراحه اديك برضو حاجات تعمل بيها تشيك يعني طبعا كل ما البروبلم هتكبر محتاج تتشيك كل شويه تطمن احنا الايجن فاليوز بتاعت البروبلم دي كانوا كام 2 3 مش كده الصم بتاعهم كام فاكر حاجه قلناها اسمها تريس تريس بتاع الماتريكس هو ايه سميشن الدياجونال انتر صم كده الدياجونال انتريز هو 5 هو اكشلي سميشن اوف ذا ايجن فاليوز دي بروبرتي هنثبتها قدام شويه هات الديتيرمينانت اوف ذا ماتريكس كام الديتيرمينانت 6 مين ال 6 دي دي البرودكت بتاع الايجن فاليوز احنا عندنا تو بروبرتيز ممكن تعمل بيهم فاست تشيك The summation of eigenvalues equals the trace of the matrix. The product of the eigenvalues equals the determinant of the matrix. هنكتبهم دلوقتي مع بعض ونشوف. وعايز تعمل تشيك على الايجن فيكتور قلنا تشيك هتعمله ازاي؟ يعني جبت الايجن فيكتور ده عايز اتاكد منه بسرعه. تطلعي الماتريكس باي الايجن فيكتور لازم يطلع ايه؟ 3 للايجن فاليو تايمز الفيكتور. انا كده مش محتاج ان انا اصلا اجيب الكاركترستيك ايكويشن، انا ممكن اجيبها من لو 2 باي 2 لو 4 باي 4 انت دول 2 ايكويشنز خلي بالك فانت محتاج عدد ايكويشنز قد الانونز فهي لو 2 باي 2 ممكن بس الدنيا مش صعبه يعني فانت اشتغل عادي يعني. قلنا الايجن فيكتور وانت بتسولف يعني وانت بتسولف مثلا في البارت ده اوعى حد يطلع هنا السوليوشن هو اكس ايكوال 0 معناه انه غلط عمل كارثه في سام وير يعني ده لازم يطلع انفينيت نمبر اوف سوليوشن الثيري كلها مبنيه على كده اوكي فانت بتسولف لازم ده يطلع انفينيت نمبر لازم ما تلاقيش كل البيفوتس وانت بتسولف لازم تلاقي فري فاريبلز اوكي فالايجن فيكتور ان جنرال بقى اكوردنج للديفينيشن احنا بنقول كان نوت بي ذا زيرو فيكتور لما الايجن فاليو ممكن تبقى زيرو امتى بقى الايجن فاليو تبقى زيرو؟ احنا قلنا 1 اللي هي الديتيرمينانت دي بتاعت اللامداز تو جيت لامدا و 2 هنسولف السيستم ده تو جيت ذا ايجن فيكتورز بص هي البروبلم كلها دي اللي هنقعد فيها 3 4 5 6 محاضرات كده على بال ما نوصل لاي باور 18 امتى بقى اللامدا ايكوال تو 0 ان وات داز ات مين لو لقيت في 1 اوف ذا لامداز لامدا 1 مثلا ايكوال 0 يبقى ايه معناها يبقى ايه كده معناه ان الديتيرمنت الاي يطلع 0 لان دي 1 اوف ذا لامداز واحده هتساتسفاي الايكويشن فهتلاقي ان الديتيرمنت ايه وقتها ايكوال 0 يبقى معناه ان انت لازم الاي دي هتلاقيها ايه سنجلر فلو الماتريكس سنجلر معناه ان لازم وان اوف ذا ايجن فاليوز تطلع زيرو ان فايس فيرس اوكي فممكن لو الماتريكس اللي اديتها لك كانت سنجلر تلاقي وان اوف ذا لامداز ايكوال تو طب احنا قلنا البروبرتي دي واحنا شغالين برضو ان اي مالتيبل من الايجن فيكتور از ان ايجن فيكتور احنا طلعناها حتى شكل سبان في الاخر مش كده فاي مالتيبل اوف ذا ايجن فيكتور از اولسو ان ايجن فيكتور وذ ذا سيم ايجن فاليو وليه نفس الايجن فاليو والسام اوف ايجن فاليوز قلنا ايكوال ايه التريس والبرودكت ايكوال الديتيرمنت قلنا دول هنثبتهم قدام شويه طب تعالى لل تعالى للايكويشن دي تعالى نمالتبلاي باي اي كده فروم ليفت نشوف ايه اللي يحصل مالتبلاي باي اي كده يبقى ايه سكوير اكس
equal, I can write it lambda ax, مش كده؟ عشان lambda ده scalar, you can jump. But ax equal ax equal lambda x, مش كده؟ Can replace this by lambda x, so we'll get lambda square x. طب ايه معنى ال equation دي؟ a square times vector equal multiple of this vector, and the multiple here is lambda square. ايه معناها بقى؟ بص على دي انت بتقول عليها ايه؟ ان ال x eigen vector for the matrix A and lambda is the corresponding eigen value. طب هنا نقول ايه؟ الماتريكس A square and ده eigen vector اسمه x برضو وال eigen value corresponding هي lambda square. فانت لو عارف ال eigen values وال eigen vectors of A you can simply write the eigenvalues and eigenvectors of A square. The eigenvectors هم هم the same eigenvectors. Well, eigenvalues of A square are the square of the eigenvalues of A. يبقى لو هنا لامدا هنا لامدا square. بس نفس ال eigenvector ها؟ فال eigenspace هو مش هيتغير. اللي هيتغير بس ال A الscalar اللي هو ال eigenvalues. نجنراليز بقى اكتر شويه نخليها باور ام عايزين ايه باور ام ودي بنسميها بقى الايجن بير اللي بنحط الايجن فاليو والايجن فيكتور فلو لامدا ان اكس از ان ايجن بير فور اي يبقى ايه الايجن بيرز اوف اي باور ام لامدا باور ام اند اكس مش كده طب الانفرس نقدر نستنتج حاجه سيميلر فور ذا انفرس تعالى دي كده ونحاول نجيب الانفرس نجيب الانفرس ازاي multiply by الانفرس assuming طبعا ان الماتريكس انفرتبل فيبقى هنا عندك left hand side هيبقى x equal lambda inverse of a x يبقى inverse of a x can I divide by lambda lambda is a scalar مش كده يبقى من هنا تقول ايه نفس برضه الايجن فيكتور بس الايجن فاليو هي 1 اوفر الايجن فاليوز اوف A. اوكي يبقى لو لامدا ان اكس ايجن بير فور A يبقى 1 اوفر لامدا ان اكس ايجن بيرز اوف انفرس اوف A. يبقى انت لو عارف للاي الايجن فاليو بروبلم حليتها تقدر تجيب الايجن بيرز بتاعت A باور اي حاجه والانفرسز بتوعهم مش كده؟ مش محتاج تريبيت اي حاجه خالص كل اللعبه هيبقى في اللامداز اوكي الليكتشر اللي جاي بقى هناخد بقى الديفرنت كيسز للايه ان يبقى في ريبيتيشن للايجن فاليوز يبقى في حاجه متكرره في لامدا مثلا ايكوال 1 ريبيتد ثلاث مرات في البراكت باور 3 اند سو اون ونشوف الايجن سبيسز واحده واحده بقى لغايه ما نوصل لاي باور 18 يبقى اللي قلناه النهارده مني هو ايه البروبلم دي؟ اوكي okay. ax equal lambda x الايجن فاليو بروبلم to get lambdas I'll solve this equation to get the eigen vectors and eigen space I'll solve this equation وقلنا شويه properties عليها